تحب اجيبهولك؟ لا يا حبيبي، ما تتعبش نفسك. انا كنت مستنيه اللي هيحصل ده من سنين، كنت دايما بفكر فيه، ومن كتر ما بفكر فيه نسيته. كنت فاكره ان الرجاله اللي خدت فلوسهم زمانهم نسيوا. طيب هو المبلغ كان كبير؟ كله ذهب، 14 ارنب. 14 ارنب؟ نهار اسود، وانا اللي جاي اطلب منك 20,000 جنيه عشان اعرف اسافر بيهم. تسافر تروح فين؟ انا مش هسيبك تمشي من هنا. انا تعبت، انا تعبت يا نعمة ومش قادر. كنت عايز اسالك سؤال كده، هو فتحي طلقك ليه؟ نصبت عليه برضو؟ لا، ده الوحيد اللي ما نصبتش عليه. أنا لما اتعرفت على فتحي كان لسه خارج من السجن، كان معايا فلوس وعايشة بيها كويس قوي. ولما أنت مشيت وما رضيتش ترجع لي قلت لي مش هخلك، وقلت له ما يقولكش إن أنا على ذمته عشان ما تحسش إن أنا بتحكم فيك. وده اللي كان قاهرني، في نفس الوقت اللي انا كنت فاكر اني هربان منك فيه طلعت انت اللي رمياني الرميه دي. لا يا حبيبي، انا كنت مطمنه انك انت معايا. فتحي برضو راجل وقلبه كبير وبيربي رجاله، بس لما قلب عليا مشاك من عنده، ولسه بيساومني لحد دلوقتي بيك. هو أنا لما جيت لك أنا وقمر أول مرة كنت لسه على ذمته؟ لا، بس كنت عارفة إنك أنت لسه معايا. ولا بان عليك يا حاجة. وأنت كنت بتوصلي له إزاي بعد ما اتطلقت؟ ولا أعرف له طريق. الشيخ جعفر هو اللي كان مرسال بيني وبينه، حتى الشيخ جعفر نفسه بطل يروح الجامع. يا عمر، وصلت الحاجة؟ فتحي طلع عم حسام. طلع عم حسام ازاي يعني؟ تعالي يا قمر يا حبيبتي. ازيك يا نعمت؟ ازيك انت؟ يا قمر، طلع عم حسام ازاي؟ طلع اصلا اسمه عبد القادر مخلوف، وطلع اخو لطفي مخلوف ابو حسام، وابو حسام حاول يقتله زمان وهو طلع منها باعجوبه ورجع عشان ينتقم. ولا انا مش فاهمه العيله دي. مش فاهم حاجه برضو. المهم ان انا ما لقيتش فريده لسه. لو انت كنت تعرفي حاجه عن الكلام ده. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.